وحول اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية لعام 2021، تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. سعادة الوزيرة، بعد التحية نهنئكم بهذا الإنجاز العالمي. ماذا يعني لكم اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية لعام 2021؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذه الاستضافة، واسمحوا لي يعني بداية باسمي وباسم جميع فرق العمل العاملة ضمن برنامج المدن الصحية أن نبارك لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، بمناسبة هذا الإنجاز اللي حققته مملكة البحرين بعد أن منحت منظمة الصحة العالمية مدينة المنامة شهادة الاعتماد كمدينة صحية، وتكون بذلك أول عاصمة تنال هذا الاعتماد في إقليم شرق المتوسط والحمد لله. وطبعا حصول مدينة المنامة على الاعتماد كمدينة صحية هذا يأتي ضمن برنامج المدن الصحية، ويعتبر أحد أهم البرامج الوقائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تعزيز صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة وتوفير بيئة صحية في جميع الأماكن والتجمعات. وأحب أن أشير بأن إن منظمة الصحة منحت مدينة المنامة هذه الشهادة بعد أن مكنت المنامة من استيفاء جميع المعايير والمؤشرات الثمانين المعتمدة من قبل المنظمة لاعتمادها كمدينة صحية، وعلى هذا الأساس أصبحت هي أول عاصمة تنال هذا الشرف. وهذا البرنامج يعني الحمد لله يعني يقوم على مبدأ العمل الجماعي بين كل القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وهدفها تعزيز وتحسين خدمات كل المجالات سواء الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية اللي تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صحة الأفراد في مجتمعنا. وبالتالي يعني أحب أن أوجه شكر وتقدير لكل من ساهم معنا في وزارة الصحة في تحقيق هذا الإنجاز، وخاصة سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظة العاصمة على جهوده في تحقيق هذا الاعتماد واللي منحت للمحافظة هذه الشهادة، وفريق العمل القائم على البرنامج وأهالي المنامة لولا تعاونهم وحرصهم على تحقيق الإنجاز ما حصلنا. والحمد لله احنا طبعا نفتخر اليوم بهذا اللي حققناه، ويعني لنا بالتأكيد الكثير، ويعكس تقدير الدولي للخطط وبرامج وجهود الحكومة اللي تقوم بها في مجالات الصحة والتنمية، وتهدف إلى تحقيق الأهداف المرسومة لتكون جميع المناطق المعززة للصحة في توسع وزيادة. وإن شاء الله نحن في مملكة البحرين راح نستمر في هذا البرنامج لتحصل جميع مدننا على الاعتماد كمدن صحية، وحتى تكون ترتقي كما تعودنا تستمر مملكة البحرين في ارتقائها عاليا على الساحة الإقليمية والدولية. وهذا يعني شيء من الإنجازات اللي احنا دائما نفتخر بها تحققها في مجال الخدمات الصحية ودور وزارة الصحة ودور كل القطاعات الصحية، فنأمل أن احنا نستمر في هذا البرنامج إن شاء الله. وأشكركم جزيل الشكر. سعادة الوزيرة، لا شك أن هذا الاعتماد الدولي هو إنجاز كبير لمملكة البحرين، يضاف إلى سجل الإنجازات المتحققة في القطاع الصحي خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا. سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، شكرا جزيلا لك، ونبارك لكم ولمملكة البحرين مجددا. شكرا جزيلا. شكرا.